أن يحرص الإنسان على قراءة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يمر بنا اليوم واليومان والثلاثة وأحدنا لا يقرأ صفحة واحدة، أما القيل والقال والنظر إلى تلك الجوالات وتلك المقالات لا يمل الواحد منا من كلام الناس، أما كلام الله فتجد أن بعض الناس لا يقرأ إلا الشيء اليسير. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من القرآن، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما تعلم يا عبد الله أن قراءة القرآن كل ختمة واحدة تعد 3 ملايين حسنة، ومن أسباب حسن الخاتمة الإكثار من ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.